وفي بداية جولتنا الإخبارية لليوم، أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت تنظيم ملتقى بيبان 23، وتحت شعار فرص تصنع الريادة. ويهدف هذا الملتقى إلى بناء شبكة ريادية محلية وعالمية، أيضا لتعزيز التواصل بين المستثمرين ورواد الأعمال والممكنين، والتعريف بالفرص الاستثمارية في المملكة. يعني هذا الملتقى سيشارك فيه أكثر من 350 متحدث محلي وحتى عالمي، وهذا الشيء غير مستغرب يعني على الملتقيات واللي احنا قاعدين نشوفها تعقد في السعودية، وأيضا 750 عارض من رواد الأعمال أيضا المحليين والعالميين، وهذا الشيء جدا حلو أودي مشاهدينا، لأنه راح يجمع المستثمرين ورواد الأعمال والمبدعين كلهم تحت سقف واحد في وقت واحد لتبادل الخبرات والاستثمارات وما إلى ذلك، وهذا بالتأكيد يعني إضافة عظيمة لكل شخص مهتم في هذا المجال ومجال الاستثمار بشكل عام، وحتى فرصة للشباب اللي يكون توه شباب متخرج وعنده هذه الميول إنه يحضر مثل هذا النوع من الملتقيات. طبعا تشكر عليها بعد هيئة العامة للمنشآت الصغيرة، يعطيهم العافية.